النهارده كان في لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو اللي بيزور مصر لاول مره منذ توليه مهام وظيفته. خلال اللقاء تم التاكيد على عمق الشراكه الاستراتيجيه الممتده بين البلدين واهميه استمرار التنسيق والتشاور المشترك بشان القضايا السياسيه والامنيه في المنطقه. اللقاء ده كان بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، ناقلا كمان تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد على حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهم لدورها المحوري في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وكمان بالإضافة لده التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية الأمريكي كمان نقل تحيات الرئيس الأمريكي للرئيس السيسي، وكمان التحيات دي كانت بخصوص الافتتاح المتزامن لكل من مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، واللي بدوره بيعكس الجهود المصرية لدعم وتدعيم المبادئ الراسخة من تآخي وتعايش. كمان أشاد بجهود الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، والأمر ده تجلى في الطفرة التنموية الملحوظة اللي بتشهدها البلاد. وأكد وزير الخارجية الأمريكي اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وأيضا تكثيف التنسيق والتشاور المشترك في قضايا المنطقة والشرق الأوسط، ده في ضوء الثقل السياسي والريادة اللي بتتمتع بيها مصر في محيطها الإقليمي، واللي بيساهم في تحقيق الاستقرار المنشود لكافة شعوب المنطقة. المتحدث الرسمي أيضا قال أن اللقاء تطرق لملف مكافحة الإرهاب وأيضا الفكر المتطرف، وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق إصرار مصر حكومة وشعبا على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة ودحر هذه الآفة، وأيضا تقويض خطرها أمنيا وفكريا، مشددا سيادته في هذا الصدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة على كافة الجوانب لتدعيم تلك الجهود. كمان وزير الخارجية الأمريكي أشاد من جانبه بنجاح الجهود المصرية الحازمة والحاسمة في هذا الإطار خلال الفترة الماضية. طيب، حول هذا اللقاء خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونتكلم في مغزى وأهم ما جاء في هذا اللقاء. بينضم لنا معالي السفير محمد الشاذلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. معالي السفير مساء الخير وتحياتي لحضرتك. سيادة السفير مساء الخير. اهلا يا فندم. سيادة السفير، بنتكلم النهارده عن زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى مصر ولقائه بالرئيس السيسي، خلينا نتحدث عن هذه الزيارة وكيف تابعتها يا فندم. اعتقد انها زيارة هامة جدا لانها بين قطبين، مصر دولة محورية اقليميا في العالم العربي، مقر الجامعة العربية في العالم الافريقي، رئاسه وترأس الاتحاد الافريقي في هذا العام، في العالم الاسلامي، في الشرق الاوسط، في حوض البحر المتوسط، منذ حركه عدم الانحياز ولا علاقات متجذره مع دول العالم الثالث جماعها. الولايات المتحده طبعا بتدرك هذه الحقائق. مصر اقوى جيش في المنطقة، وفي منطقة بتعج بالأحداث العنيفة في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق. كل ده بيجعل أيضا دور لمصر وللجيش المصري، ومن ثم كان الاتفاق على الاجتماع الرباعي 2+2، وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي ووزير الدفاع المصري ونظيره الامريكي. فكل ده يعني بيجعل مصر تقف
بندية في هذا اللقاء. مصر أيضا بتدرك إن الولايات المتحدة دولة في لها عضوية دائمة في مجلس الأمن، الأمر الذي بيعطيها ثقل سياسي، دولة هي معقل لأهم الصناعات وأهم التقنيات وأهم الجيوش في العالم. فبالتالي التعاون بين هذين القطبين شيء مهم وفعال لمصلحة استقرار وأمن كل المناطق اللي اتكلمنا عليها، حوض البحر المتوسط، أفريقيا، الشرق الأوسط، العالم الإسلامي. وأعتقد أن الطرفين بيدركوا هذه الحقائق وبيعملوا معا. وأكد الوزيران على أن العلاقات بين البلدين هي علاقات استراتيجية متجذرة، ويجب العمل الدؤوب على تنميتها ودعمها. تمام، معالي السفير، يعني خلينا نتطرق لجزئية التأكيد على دعم أمريكا لحرب مصر على الإرهاب، وإشادتها بتجربة مصر وإصرار مصر على مجابهة الإرهاب بكل أشكاله، وزي ما بيأكد دايما الرئيس السيسي. خلينا نتحدث يا فندم عن هذا الملف، ومن قراءة حضرتك لهذا اللقاء كيف ترى هذا المحور يا فندم؟ شوفي، هي ليست حرب مصر على الإرهاب، هي حرب العالم المتحضر بأسره على الإرهاب. الإرهاب ضرب في جميع أركان الكرة الأرضية، ضرب في الولايات المتحدة، ضرب في الأرجنتين، ضرب في الهند، في اليابان، في روسيا، في أفريقيا، في كل مكان. فهذه معركة العالم المتحضر أجمع ضد التطرف وضد الهمجية وضد القتل الممنهج للآمنين والأبرياء. مصر حملت عبء كبير في هذه الحرب. احنا في لنا سنين في حالة حرب دائمة مع الجماعات الإرهابية، وأصابت يعني أصابتنا في أعز أولادنا، في سواء في القوات المسلحة أو الخطة أو الأبرياء الآمنين، ولم يفرق بين مسلمين أو أقباط. فجروا الكنائس وفجروا الجوامع وقتلوا المسلمين وقتلوا المسيحيين. فبالتالي هي حرب ضد الهمجية وضد الظلام من جانب العالم المتحضر بأسره. طيب معالي السفير، يعني مصر في ظل ما تواجهه من تحديات على مستويات كثيرة، الحقيقة ولم تنسى دورها المحوري ودورها الإقليمي، وتم في هذا اللقاء التطرق للعديد من الملفات الإقليمية على رأسها الملف الليبي، وأيضا الملف أو القضية الأم وهي القضية الفلسطينية. يعني في ضوء ده كيف تقرأ صدارة مصر لهذا المشهد وتبنيها للقضايا الموجودة في المنطقة؟ يعني كما قلت لك أن مصر دولة محورية في النظام الإقليمي سواء العربي أو سواء الأفريقي، وقضايا العنف والإرهاب أصابت العرب والأفارقة. يعني ليبيا دولة عربية وهي أيضا دولة أفريقية، وامتد هذا إلى اليمن، وامتد هذا إلى سوريا وإلى سائر البلاد. مصر طول عمرها بتدفع ثمن حملها عبء الإقليم. يعني مصر وقفت قدام الاستعمار القديم في أفريقيا وعانت وكابدت بسبيل ذلك، لكنه صمدت لأن هذا هو مبدأها. مصر برضو وقفت وقفة هامة لسبيل تحرير العالم العربي. مصر كانت دولة مؤسسة للجامعة العربية، مصر كانت دولة مؤسسة بالاتحاد الافريقي، ومصر دوله مؤسسه للامم المتحده بحد ذاته. فبالتالي كل ده بيجعل لمصر ثقل ووزن خاص لحل القضايا الاقليميه والدوليه. وايضا لكي نكون واقعي، ان جزء مهم جدا من اللي استقطب فئات ضاله الى معسكر الارهاب هو الظلم الذي وقع على بعض البلاد، وخاصة
على الشعب الفلسطيني اللي أدى إلى أن فرق منه يعني اتجهت إلى اتجاه العنف وإلى اتجاه الإرهاب. ونحن بنحاول أن نحن نعالج هذا بأن نعيد الحق إلى الشعب الفلسطيني وإلى كل الشعوب التي سلبت حريتها. صحيح. طيب الحديث عن أو الإشادة بإنجازات مصر في الفترة السابقة من يعني ملفات اقتصادية وملفات أمنية، حضرتك بتشوف ازاي ان يتم اقرار واعلان ده بشكل مباشر من قبل وزير الخارجيه الامريكي؟ يعني شوفي الدول العالم الثالث بشكل عام والدول التي بتناضل اجل ان تحقق الرفاهيه وتحقق الاستقرار بتحتاج دائما الى نموذج، ومصر كانت دائما نموذج. يعني منذ يعني مصر لما تقدمت لي إنشاء الجامعة العربية، الدول العربية يعني مشيت وراها لأنها كانت نموذج. مصر برضو في فترة الخمسينات والستينات ضد الاستعمار في أفريقيا برضو كانت دولة نموذج. مصر النهاردة بما تحققه من تنمية وتحققه من استقرار وما تحققه من بناء أيضا نموذج، و يجب إلقاء الضوء على هذا النموذج حتى يحتذي الغير به ويلتف الغير حواليه، وحتى نحقق سويا ومعا جميعا النجاح. بشكرك سيادة سفير محمد الشاذلي على هذه القراءة، شكرا جزيلا.